في برنامج الجدعان ريل استيت من قلب جزيرة سيالس الساحرة، هنا أجمل شواطئ العالم بأقصى الجنوب في مصر، أبو دباب وحماطة وجزر بيئية مذهلة في قلب البحر الأحمر، ومستثمرون يحفرون الصخر لجذب السياحة العالمية وينتظرون تشغيل المطار والإسعاف الطائر وازدواج الطريق، ولا ينقصهم سوى السائح المصري. وحصرياً الكايت سيرفينج رياضة بحرية تشعل المنافسة بين مصر والبرازيل، قانونها الدولي وضعه الرئيس حربي في حماطة على ساحل البحر الأحمر. فأنا طلعت بالضبط 5 أبطال عالم مصريين، الأب مصري والأم أجنبية. وتشاهدون رحلة بحرية إلى جزر مذهلة يسكن شاطئها الدرافيل والطيور المهاجرة، ولأول مرة خالد حامد الحارس الأمين على محمية أبو دباب البيئية. أبو دباب قلب بينبض في دمنا وشغالين بيها حفاظ عليها بكل ما يعطينا من قوة. تزينها أشجار المانجروف البحرية والغرف الفندقية المبهرة، يسكنها الدوجنج الرهيب والسلاحف البحرية العملاقة تضع بيضها على شاطئها. وانتظروا حكايات وأسرار جبال المزاولات، شجرة عجيبة يتجاوز عمرها 400 سنة وجباله يسكنها أشياء مذهلة. كل هذا وأكثر مع غانم ومجدي وسراج في الجدعان ريل استيت الأحد من كل أسبوع على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.